هاي المكتبات العامة جزء من ثقافة أي بلد، تاريخ إنشائها قديم ومش محدد. أشهر المكتبات العامة بالعالم القديم مكتبة الإسكندرية يلي أنشأ بطليموس الأول حوالي سنة 290 قبل الميلاد، وبلغ مجموعة كتبه بالقرن الأول قبل الميلاد 700 ألف كتاب قبل ما تحترق سنة 48 قبل الميلاد. كانت كل السفن يلي بتزور الإسكندرية مجبورة تقدم كتبها للمكتبة وتاخد نسخة عنها. أقدم مكتبة عامة ما زالت موجودة لليوم هي مكتبة القرويين بالمغرب يلي فتحت بوابها سنة 859 وأعيد افتتاحها مؤخراً. في مكتبات عامة حول العالم بيقدر زوارها يسمعوا للناس على أنهم كتب عايشة ويعرفوا قصصهم، وفي منهم 150 مكتبة حول العالم. مين قال أنه في حوالي 130 مكتبة عامة موزعين على كافة المناطق اللبنانية؟ بس لازم يكون في أكثر من هيك. أنا قال بشوفكم بكرة.